اكتشف باحثون من قسم الأحياء بالجامعة الطبية في المملكة العربية السعودية أن عشب عترية معروفة تنمو بشكل رئيسي في الصيف بين مايو وسبتمبر، وتتكاثر بسهولة في الحديقة. ستكون فعالة بشكل خاص في تهدئة الدماغ قبل النوم مباشرة وتحسين النوم. وتابع 124 طالبا يتمتعون بصحة جيدة، متوسط العمر 22 عام، 87% منهم نساء. تم تقسيمهم بالتساوي بشكل عشوائي إلى مجموعتين. كانت المجموعة الأولى تشرب منقوعا قدره 150 ميليغرام من هذا النبات قبل 30 دقيقة من موعد النوم يوميا لمدة شهر. كان على المجموعة الثانية، المجموعة الضابطة، شرب منقوع 250 ميليغرام من أي نبات آخر يوميا لنفس الفترة. قبل وبعد المتابعة، أجاب المشاركون على استبيان يقيم مستوى القلق والتوتر والذاكرة والأداء المعرفي ووقت النوم وجودة النوم. كان عليهم أيضا أن يقولوا ماذا إذا كانوا ينامون جيدا أو ينامون بشكل سيء. قبل وبعد المتابعة، أجاب المشاركون على استبيان يقيم مستوى القلق والتوتر والذاكرة والأداء المعرفي ووقت النوم وجودة النوم. كان عليهم أيضا أن يقولوا ما إذا كانوا ينامون جيدا أو ينامون بشكل سيء. كانوا ينامون سيئا إذا قاموا بالتحقق من 5 على الأقل من العناصر 7 الثانية، زمن وصول النوم، مدة النوم القصيرة، الاضطرابات الليلية، الاستيقاظ ليلا، تناول الأدوية للنوم، اضطراب الانتباه أثناء النهار، تعب أثناء النهار وفي نهاية الدراسة. كان من بين أفراد المجموعة الأولى الذين شربوا النبات ما يقرب من نصف الذين أعلنوا أنهم ينامون بشكل سيء في بداية الدراسة أصبحوا ينامون جيدا. كانوا يعانون من أرق، أقل من 10% لديهم مستويات أقل من التوتر والقلق، و 18% لديهم 20% ذاكرة أفضل. في المجموعة الثانية زاد عدد الذين ينامون بشكل سيء قليلا بعد شهر، حسب ما ذكر الباحثون في مجلة أبحاث الصيدلة والعقاقير. بسبب محتواه العالي من المركبات النشطة بيولوجيا والمعروفة بثيرتها المهدئة والمهدنة، فإن النعناع العشب العطري الشهير فوائد إيجابية على عدة جوانب لصحة الدماغ والنوم، وذلك بمعدل 150 ملي من أوراقه المجففة أو الطازجة. يمكن العثور عليه بسهولة بكميات كبيرة في الأسواق، ويمكنك زراعته في حديقتك منقوعا لمدة 10 دقائق في الماء الساخن وشربه قبل 30 دقيقة من موعد النوم. كان يوصي الباحثون مع تحديد أن هناك حاجة إلى إجراء بحث على عينة أكبر من الأشخاص للتأكد من نتائجهم.